عدد ديال الشباب دابا الآلي ولاو كيخدموا في هذا الشيء، عدد ديال الصناع التقليديين اللي ولاو كيخدموا في هذا الشيء، يعني الامباكت ديال معرض الفرس على لا فيليير كوين، على تربية الخيول على الصعيد الوطني لا تناقش، مهمة ومهمة 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 جدا. حنا الناس اللي في الجمعية راه كنخدموا بالفوليتاريون فولونتاريون، ما كنتخلصوش. اللي عنده شي حجة أنه كنقدو شي فرق كيجيبها، ما كنتخلصوش، ما كنقدو حتى فرق. راه كنجيو هنا كنخدمو ديالو بالنهار قبل ومن بعد، راه ما كنتخلصوش. البيلون عندنا كما قلت السنة الماضية جوج نتاع لي كابيني ديكسبرتيز كونطابل انترناسيونال، نعطيكم العنوان ديالهم تمشيو وتسيرو عندهم نعطيكم البيلون. كل فرق تيتصرف إلا كيتصرف على أساس بروسيدور كونطابل اللي بحال ديال أكثر من الإدارة. عندنا واحد تريزوري اللي داير هكا أكثر من الإدارة، كابينجي في كابينجي الحاجه ما كتخلص حتى كدور على تدوز على ثلاثه تاع لي كونترول، ما كدير حتى في ليستابليسمون بيبليك ثلاثه لي كونترول. البارح كان الافتتاح ديال هذه الدوره الثانيه عشره ديال معرض الفرس من طرف صاحب السمو الملكي الامير مولاي الشيد، واللي عرفت واحد النجاح على جميع المستويات الحمد لله. اليوم غادي يفتح المعرض الابواب ديالو للجمهور. البرنامج ديال هذه السنه حقيقه برنامج غني جدا، في عده مباريات تتهم الخيول العربيه الاصيله والخيول البربريه والخيول العربيه البربريه، اضف الى ذلك القفز عبر الحواجز اللي غادي يبدا نهار الخميس ان شاء الله، واللي تدخل في نطاق الدوري الملكي للقفز عبر الحواجز. هذه السنه هذه كتقام تحت شعار الفرس في المنظومات البيئيه المغربيه. علاش هذا الشعار هذا؟ لان الفرس على الصعيد الوطني كيتاقلم على حسب البيئه. احنا الحمد لله في المغرب عندنا منظومات بيئيه متعدده، جبليه ديال سهول صحراويه الى اخره، والفرس كيتاقلم لا في الاستعمالات ديالو ولا كذلك في الراس ديالو. الجديد ديال هذه الدوره هو في جميع الانشطه، ما يخص اولا استعراضات ديال الفروسيه الفنيه اللي هذه السنه هذه كيشاركوا فيها دول وفرق معترف بها على الصعيد العالمي، وتن اول مره اللي غادي يخرجوا يمشيوا لدوله افريقيه، مثلا كالحرس الملكي البريطاني اللي جا، وكتعرفوا ان هذا الحرس الملكي البريطاني راه ما كيخرجش من بريطانيا الا كان ثقه كبيره، وعنده واحد شروط يعني شديده باش يخرج. وباش كاين كذلك الحرس الجمهوري الفرنسي حتى هو كيشارك، وكاين الفرق الاسبانيه. يعني هذا كيمثل بان الناس داروا فينا ثقه وكيعترفوا بالمستوى اللي وصلوا الفرس والتنظيم ديال معرض الفرس. فيما يخص الرياضه كذلك عندنا القفز على الحواجز اللي كيبدا في تطوان من بعد الرباط، الاقصائيات كاين في تطوان ومن بعد الرباط، والنهائيات غادي يكون هنايا تيكون في جديده نهار الاحد ان شاء الله. كاين النهائيات اللي وصل لاربعه نجوم، بحيث اقصى ما يوجد على الصعيد العالمي هو خمسه نجوم. راه كاين دينا من نجمه وحده، وحنا غاديين دابا وصلنا اربعه نجوم وكنهدفوا باش نوصلوا خمسه نجوم، وغادي يشاركوا ابطال معترف بهم على الصعيد العالمي. وان شاء الله نهار الاحد دابا تشوفوا غادي يكون مستوى كبير. فيما يخص كذلك العروض الثقافيه والعلميه، نهار الجمعه عروض ثقافيه ونهار السبت عروض علميه، اللي كذلك غادي يشاركوا فيها خبراء عالمي في الطب البيطري والصحه ديال الخيول على الصعيد لا الوطني وكذلك العالمي. بغيت ننهي بزياره ديال الاطفال. انا عندي واحد الحساسيه لهذا الشيء ديال الاطفال، لان كان حنا كنعتبروا بان الجيل الصعيد خصو يعرف المكانه ديال الخيل في التاريخ ديالنا وفي الثقافه ديالنا. والجديده اقليم جديده هي عاصمه الخيول، على داك الشيء دار معرض الخيول في الجديده،
وكنظموا زيارات ديال المدارس ديال 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 الاقليم باش كيجيو باش يشوفوا المعارض وكيشوفوا هاد يعني العلاقه الثقافيه اللي موجوده التاريخيه اللي موجوده ما بين الفرس والمغرب والمواطن المغربي. كيجيو ما بين 20 حتى 30 الف طفل اللي كيجيو في هاد الاسبوع هذا مؤطرين، وفوق ما تنشوفهم انا تيجيني الدموع في عيني لانه كنشوف الفرحه. كاين واحد المره والله العظيم الا كاين دراري اللي قالك اول مره خرج من الدوار ديالو وجا لهنا، يعني هذه غير هذه بوحدها بركه.